يا زينب. نعم يا حبيبي. هناكي فيها كلام كتير عايز يتقال. قول يا زينب. أنا بصراحة عاوزك تكلم حسن. ليه؟ هو عمل حاجة؟ لا أبدا، بس أنا عاوزك تكلمه وتفهمه إنه عاوزين نتجمع كلنا في بيت واحد. عندك حق، وما يصحش كل واحد يقعد في بيت غير التاني. بس أنا بقول يعني. يعني إيه؟ أحسن كده؟ مروان، أنت خايف من المشاكل اللي ممكن تحصل مش كده؟ لا، عايز كل واحد يبقى براحته على هوا يعني. طب هو ده ينفع؟ انت عايزه تقولي يا زينب؟ قولي يا روحي. بص يا حبيبي، انا نفسي العيال كلهم يكبروا وهم متجمعين في بيت واحد زي ما كنتوا زمان، وعارفه متاكده يا مروان ما حدش هيقدر يعمل الكلام ده غيرك انت. دقيقه واحده، كل دي يا زينب. يا معلم. اهلا بيك يا عم. ايه؟ انا قلت ان انت مش جاي. الرئيس كان عايز يقابلك. وماله؟ اه طبعا. تؤمر باي خدمه؟ لا بالسلامه، انت توكل على الله. عليكم. مع السلامه. خير يا مروان؟ الواحد لو بيطلب حاجه وتيجي في ميعادها. هو ده عميل عندك؟ ده تاجر بيشتري الفاكهه من عندينا في الارض، كان عليه فلوس وجاي يدفعها. عارف الواحد لو بيحترم مواعيده كان كل حاجه تبقى زي الفل، مش خناقات وتليفونات. واحد اعصابه طيبت قوي قوي يا زينب. ايه على فين؟ هناكل. تعالي يا زينب، تعالي تعالي يا زينب، اقعد يا زينب، اقعد اقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا زينة؟ قلت لك قبل كده ان انا مش عايزاك تكذب عليا تاني، صح؟ انا ما كذبش. لا يا مروان، انت بتكذب، والراجل ده مش تاجر ولا جاي يسلمك فلوس. يعني قول لي، عاوز تفهمني ان الشنطه دي فيها فلوس مثلا؟ لا يا زينة. شفت بقى ان انا معايا حق؟ وديه انا عبيطه؟ كل مره بصدقك وانت بتصدمني تاني. انا ما كدبش، بس في حاجات عشان تتم وتكمل لازم تبقى في قلب صاحبها لحد الاخر. طب وحياتك عندي وحياه نوح، انا عايزك تساعديني. الله، اساعدك اكتر من كده؟ خليكي زي ما انت يا زينه، ولمينا كلنا حواليكي. والله مش عارفه اقول لك ايه، قلبي مصدقك بس عقلي لا. اسمعي كلام قلبك، قسما بالله العظيم قلبك ده هو الوحيد اللي فاهم الدنيا دي كلها. بصراحة زينب، في حاجة شاغلة بالي وعايز أقول لك عليها. إيه؟ عايزين نخوي الواد، نجيب له يعني بنت شباك حلوة كده تملى عليه دنيته. ماشي، حابة أفكر في الموضوع. لا، أنا عايزك تفكري زين. معقولة يعني الواد يعيش في رضاني كده ولا إيه؟ ربنا يسهل. هيسهل. بسم الله زين. بسم الله الرحمن الرحيم. إزيك؟ عايزة مني إيه؟ عايزاكي في حاجة. أنا أصلاً جاية أطمن عليكي. تطمن عليا؟ هبله انا اياك. ها؟ هبله هبله وعبيطه وبيضحك عليكي كمان. بصي، انا فكرت كتير قوي قبل ما اجيلك، وقلت يا ترى سينا هتبقى ذكيه وعارفه مصلحتها ولا هتفضل غبيه زي ما هي. بقول لك ايه، مش عايزه لت وعجن كتير. لت وعجن؟ ايوه لت وعجن، يا تقولي كلام له عوزه يا تمشي من هنا. هخرجك من هنا. مش كده وبس، وهديك اللي انت عايزاه. مش كده وبس، وهعيشك العيشه اللي انت نفسك فيها، وصوفا المعفن ده انا هطلع عين امه، بس بشرط. ايه هو؟ تخرجي من هنا، تخلصي على كريمه من هنا.
مش انتي قلتي ان هي اللي حرضتك على قتل بابا الله يرحمه؟ لا لا انا ما قلتش كده. بصي انا عارفه انك غلبانه ومالكيش دعوه، وان الموضوع ده كله عندي انا، وطاري انا هعرف اخده كويس قوي، مش من كريمه بس، من بيت عبد الحكيم كله. ايوه هي كريمه السبب. بصي القضيه هيتنزل فيها قريب قوي، وكريمه هتشرف السجن، يعني هتشرف. كل اللي انا عايزاه انها ما تخرجش من هنا اللي على قبرها. فهماني يا سينا؟ السلام عليكم. اهلا اهلا. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل. جيتوا على بالي، قلت اما اجي اسال عليكم. لا شكلك كده كان عندك معاد. لا والله ده انا جايكم مخصوص. يا وحشناك يا زون. يا اتفضل اتفضل. القهوه بسرعه مروان بيه. وحشتوني قوي. امال ايه؟ مش احنا عيله واحده؟ زي ما بيقولوا صله الرحم واجبه. اه طبعا عندك حق. ما انا اخويا الله يرحمه اتجوز جبريه. بس تصدق والله انا زعلانه منها قوي كمان. ازاي لحد دلوقتي ما تجيش ولا مره تزورني ولا تطمن عليا؟ والله عندك حق، امي غلطانه وانا بعمل اللي هي ما بتعملوش. شيء جاي ليه يا مروان؟ جاي ليه؟ كانك بتقولي لي اطلع بره. لا والله يا ابدا. لعلمك انا كنت جاي ازورك لحد عندك، لحد باب بيتك. اصل انا كده في شويه حاجات مش عاجباني في الشغل. وانا كمان يا ريم في حاجات كتيره قوي مش عاجباني. طبعا اكيد. اتفضل. انت على راسي من فوق، وانا بقول لك الكلام ده عشان تعرف ان انا قصدي خير. ريحي نفسك. مين قالك ان انا تعبه نفسي في حاجه؟ يا دي انت تعبانه قوي. شايله هم الدنيا كلها فوق دماغك، وهم عادل والشغل، وعقلك عمال يودي ويجيب عشان تاخدي طار محرم. هو انت عايزني اطلع فوق في اوضتي واعيط واحط ايدي على خدي؟ مش القصد، انا بس خايف عليكي. بجد خايف عليا؟ خايف عليا ازاي وانا في وسط عيله زي الفل زيكم؟ تخاف عليا وانا وسطك انت وحسن وجبريه حبيبه قلبي؟ اكيد في حاجه تانية انا ما اعرفهاش. ايوه في حاجات كتيره قوي انت ما تعرفيها شيء. عشان خاطر محرم وعشان خاطر ان احنا عيله واحده بلاش نلف وندور على بعض. طب بما اننا عيله واحده انا ليا عندك طار. اموري. طار محرم اخويا لازم ناخده. أنا سافرت ورحت وجيت، بس لسه جوايا عادات وتقاليد البلد دي. أنا لازم أخد عز أخويا. ريم أنا عايز أقول لك كلمتين تحطيهم حلقة في ودانك. عارفة أنا لو مش معاكوا أبقى ضدكوا. مروان أنت بجد ما تعرفش مقامك عندي قد إيه. أنت أكتر واحد بحترمه في العيلة دي. عارف ليه؟ عشان أنت راجل كلمتك واحدة ومن الآخر. ريم أنا عايز أقول لك على حاجة. الناس اللي حواليك انت ما تعرفهمش زي ما انا عارفهم. اذا كان عادل ولا عصام انا اقدر احط صباعي في عين اي حد فيهم واجيبهم كلهم تحت رجلي.